2023 وإلى يومنا هذا لم يتم إنجاز ولو بند من البنود العملية لهذه الاستراتيجية. اليوم احنا جينا بناء على دعوة ديال النقابة ديالنا لإضراب وطني اللي كاين في جميع الأسلاك ديال الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذلك باش ننفذوا جوج ديال الوقفات كانت مرتقبة، الأولى قدام المقر ديال المندوبية سابقا للوكالة حاليا، والثانية قدام وزارة الفلاحة. إلا أننا فوجئنا بمنع غير قانوني، منع تعسفي، منع الحرية ديال التعبير ديال هاد الموظفين اللي جاوا من جميع، هما موظفين ومناضلين نقابيين جاوا من جميع مناطق وجهات ديال المغرب كيمثلوا باقي الموظفين المضربين لإيصال الصوت ديالهم. جينا اليوم لاعتبارات محددة، أولا باش ندينوا الحوار المغشوش اللي كاين في القطاع ديال المياه والغابات. يمكن تحاوروا مع الإدارة مرة ولكن ما كانوا وصلوا لوالو. جينا كذلك باش ندينوا التجاهل ديال المطالب ديال الموظفين اللي هي مطالب آجلة ومؤجلة هذه شحال، وكذلك كاينه مطالب اللي جات في الوضعية الانتقالية اللي كتعيشها الوكالة. جينا كذلك باش ندينوا واقع ديال التكتم. أنا ما أعتقد أنه في المغرب كاين شي مؤسسة سواء إدارية ولا مؤسسة عمومية الموظفين ديالها ما تعرفوش القانون اللي كيخضعوا ليه. النظام الأساسي ديال الموظفين اللي تيخضعوا له هاد الموظفين في طي الكتمان ويعتبروا من أسرار الدفاع وقيلة عند هاد الناس هادو. كننظموا إضراب وطني في القطاع المياه والغابات ومع تنظيم وقفة احتجاجية قدام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ولكن تفاجأنا بالمنع. المنع راكم انتم حضرتوا عليه وشتوه، وجينا كنحتجوا هنا قدام البرلمان باش نوصلوا الصوت ديالنا، وهو انه كاين غياب حوار جاد ومسؤول داخل القطاع المياه والغابات، انه دار قانون اساسي للموظفين المياه والغابات بدون اشراك النقابة الوطنية للمياه والغابات في البلوارة ديالو، ولا حتى توصل غير بالمعلومة. كذلك كاين تلويح انه غيكون المس بالمكتسبات ديال الموظفين ديال القطاع المياه والغابات، وعلى راسها التعويضات الجزافيه عن التنقل. دونك هادو بين الحوايج اللي كنحتجوا عليهم، وإلا كانت الاداره مسؤوله نورمالمون قدرت ايفيتي هذا الاضراب هذا وتدعي لحوار مستعجل وتعطينا كاع المعلومات اللي بغينا. دائما الاداره كدير اذن صماء وما كتبغيش انها تعامل مع الفرق الاجتماعيين دونك لغرض في نفس العقوب، الا هو القضاء على العمل النقابي داخل القطاع المياه والغابات.